بالنسبه للحارس راه كانت عاديه. جا فتح الباب بواحد المصاوم مقدي هذاك اللي البنايه وفتحوا دخلوا ما جا والو دخلوا خرجوا ولا عاود دخلوا خرج هادشي اللي كاين. يعني انت كنتي هنا شفتي ملي كان داخل؟ عرفتي ملي كان داخل؟ باش فتح الباب واخا كان عنده الشفره هذا الشيء. عنده واحد الشفره هي اللي فتح بها. وملي خرج؟ خرج عادي ما خرج حاجه خرج عادي ما خرج والو هذاك الشيء باش دخل باش خرج. شير على واحد ماشي شير عادي الهدا والسلام ماشي شير. السيد كيبان لك مختل عقليا. انا كيبان لي مختل عقليا. تنكون ديما ضربت واحد بلا ما هذا انا بان لي بحال شويه مصرفق. ها؟ بحال مصرفق شويه. لا ماشي نورمال. انورمال. افتحها هو. افتحها. ما صوم قدي. شي تقريبا 25 عام هكذاك 26 عام. يعني الطريقه اللي دخل بها واش كيبان بعقله كيبان ماشي. انا بان لي ماشي بعقله. انا كنت دايز من تما كاين الخاوه خانا وقف ضرب واحد جوج ضربات في الباب دخل هيدا طافات دخل هيدا دخل الداخل باش شفتي كي ما عرفتش الخاوه ديالي فاش ضربه المهم ضرب بشي ضربه قويه فتح دخل الداخل ملي دخل داخل ايام يمكن بقى تما واحد شي شويش ما لقى حتى شي حاجه حتى لقى شي حاجه بدات وي 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 بدات كتغوش خرج بحال هيدا بغى يدورو بنادم هرب من يعني بنادم كيبان لك السيد كيفاش كيبان لك كيبان ماشي لورم السيد ماشي لورم حيت قال لك يعني كان كيشير كان كيدوز عند بنادم وكيشير عليه وكذا بغى يشير لا بنادم بنادم بغى يدورو هيدا يسولو بنادم بغى يضغط عليه هيدا وبقى يشير لبنادم باش يستغل الهرب وهرب بحالته وسال شوف انا كنت جالس هنايا كان بها شري في وسط المحل ديالي هذيك كنسمع الغوات بنادم كيتدابس وكيهضر مع بعضيته بالسبان وهذيك بنادم كيغاوت مع بعضيته كيزبل وهذيك ما عرفتش شنو كاين ما عرفتش شنو واقع ملي خرجت طلت كذا كنجبر الواد واقف راه بالشفره واقف تما وهذيك وبنادم كيقول الله وشبرك ونعمل له كذا وانا ما عرفت شي حاجه واحد شي حاجه بقيت معاه ودات من هنا نايم حدايا بالشفره وكذا ومشى معايا بقى طالق طريق ودخل من ديك الزنقه راه هي ومشى لا ملي كنعاود هو ساكت يعني ملي يعني في الاول ملي كنت انا في المحل ديالي داخل هذيك الساعه هو هذيك الساعه سمعت الحيحه يعني بنادم كان كيدابز بالسبان لا ماشي من الحومه ما عمري شفت سوسه في الحياه ديالي انا ذاك الانسان لا الله اعلم ما قدرتش نتحكم لك انا في ديك الشيء هذيك نقول لك واش كان في الوضع ديالو واش حماق واش عامل قرقوبي واش سكران واش يعني هذيك الشيء هذيك ما نقدرش نعرفه انا فهمتي كيفاش يعني هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي عطى الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.